مش انا عرفت؟ عرفت ايه؟ بس فتحي قال لي على كل حاجة. فتحي قال لك ايه؟ بصراحة قال لي بس مأمني ما جيبش سيرة الا لما هو يسافر. الله جرى يا صالح، ما فتحي سافر خلاص، هات من الاخر بقى وقول لي قال لك ايه وعرفت ايه. قال لي على الموضوع اللي انت قلت لي عليه. الله الله الله، هو احنا هنقضيها كده؟ هتفضل تقول لي قال لي وقلت له وقلت لك وقلت له؟ جرى يا صالح، قال لك القل وتعب السر انت وفتحي في يوم واحد يا بعيد، ما تجيب من الاخر يا اخي، بلاش شغل الالغاز والاحاجي بتاعك ده. انت يا جدع انت قال لك ايه؟ اهدى بس يا حاج، الغاز ايه واحاجي ايه؟ ايش حال ما انت بنفسك اللي مفتحني في موضوع نعمه اختي. ها؟ وهو فتحي قال لك؟ ايوه قال لي يا حاج. وانت ايه رايك يا صالح؟ رايي في ايه يا حاج؟ ده احنا نتشرف. صحيح يا صالح؟ ايوه يا حاج صحيح. عارف يا حاج، انا لو واحده ست عمري ما هفكر في عريس احسن من محمد. محمد؟ محمد مين؟ محمد ابنك. هو فتحي طلب اختك نعمه لمحمد ابني؟ ايوه يا حاج قال لي، بس انا بالامانه ما جبتلوش سيره ان انت فتحتني في الموضوع ده. وانت فتحت اختك في الموضوع؟ فتحها ازاي بس يا حاج؟ هو حد كان طلبها مني؟ ما انت قلت لي ما تقولش وهو قال لي ما تقولش، اقول انا ازاي بقى؟ خلاص خلصنا، ما تقولش، ما تقولش لأي مخلوق دلوقتي، ما تقولش لأي حد، انت فاهم ولا لا؟ اهدى بس يا حاج، انت رايح فين يا حاج؟ ماشي ماشي. رايح فين؟ الله، ده انا ما حلقتلكش غير نص ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حاج فتحي. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. زيد فضلك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما كان في لازمه تتعب نفسك وتيجي لحد هنا يا حاج فتحي. يا سيدي الامانه اللي انتوا امنتوني عليها لا تقل اهميه عن الامانه اللي انا جايبها لكم معايا من مصر. امانه؟ امانتي؟ جوابات الناس اللي استلموا الفلوس بيطمنون كل الفلوس وصلت وعلى دير المليم. الحمد لله رب العالمين على دير المليم. يا حاج فتحي يا حاج فتحي، احنا مطمنين من ساعه ما اديناك الامانه، وبعدين الولاد في مصر كلمونا في التليفونات. يا استاذ وهدان، امعانا في الايمان والثقه. افهم من كده انك جاي للمدرسه مخصوص عشان اتاكد من امانتك؟ الثقه والايمان بالله حاجه واحده لا خلاف يا استاذ وهدان. ربنا يكرمك ويبارك لك يا حاج فتحي. ويبارك فيك. انت عارف الواحد بتجيب القرش هنا بتضلين ويدخل في حسبه برمه، ما يبقاش عارف هيصرفه ولا يوفره، ونوفره هيوفره فين وازاي، وحسابات وحسابات. لذلك انا قلت اريح ضميري واجي اطمنكم بنفسي. يا حاج فتحي، دول مش مصدقين نفسهم، مش مصدقين الفلوس وصلت وبالسرعه دي كمان. لا ده ممكن توصل اسرع من كده كمان وكمان. لا لا لا، ما اظنش ان فيها اسرع من كده. بالتليفون يا استاذ وهدان، بالتليفون. بالتليفون كمان؟ وقبل ما تدفع الفلوس انت عايز توصلها لمصر، وبعد ما تطمن الفلوس وصلت كمان، لو بدفع براحتك. ياه، للدرجه دي؟ الحقيقه يا استاذ وهدان، انا لما وصلت الفلوس للجماعه في مصر وشفت احوالهم قلبي اتحرق، واليومين اللي انا قاعدهم في مصر بقيت مش مرتاح، ولا انا عارف انام ولا اكل ولا اعمل اي حاجه، لغايه ما ربنا الهمني الوسيله تيسر بيها احوال الناس في مصر. فعلا المصريين دول ولاد حلال، ان ربنا سبحانه وتعالى يسر لهم الحال وساقهم لراجل بركه زيك يا شيخ فتحي. الله يبارك فيك ويكرم اصلك. المهم يا استاذ وهدان، انت لو حبيت تبعت فلوس لمصر او اي حد من زمايلك او اي حد من معارفك انا تحت امرك. كل اللي عليك ان انت تكلمني في التليفون وتقول لي المبلغ كام وعايز تبعته لمين وفين، وان شاء الله هيوصل. وامانه عليك ما تحرمنا من الحسنه دي لا ليا ولا ليه. ازيك يا عم مش عايشة؟ اهلا اهلا يا صالح، اتفضل. ما شفتش الحاج توفيق؟ لا والله تلاقيه في المصنع. مش هناك، ماليش غير فرج وهو مش موجود. الله، طب مالك يا ابني؟ مالك مش على بعضك كده؟ انا مش فاهم حاجه يا حاج، هو كان قاعد باخد له دقنه، فجاه نط مع الكرسي وسابني ومشي. لازم قلت له حاجه ضايقته، مش معقول هيسيبك من غير سبب. صدقني ماناش فاهم حاجه، اكيد في حاجه غلط في الموضوع. موضوع ايه؟ لا تعالى بقى اقعد واحكي لي. هات كرسي هنا. يلا حاضر يا حاج. هات يا ابني. المهم يا حاج، الدكتور احمد فين؟ زمانه جاي. المهم قول لي بقى ايه الحكايه؟ اللي طالبه كوير كابينه. الله يستر اصلك يا اخويا، عايز اكلم السعوديه ضروري. النمره ايه؟ النمره ايه؟ مده ولا اتنين؟ ايه مده ولا اتنين ده ايه؟ لا مش عارف الحقيقه. اخليها لك مفتوحه؟ لا لا خليها مقفوله، عدم الوقت يعني، قصدي خليها مده واحده، ولو احتاجنا مده ثانيه ما يجراش حاجه، مش كده برضو؟ طب اقعد يابا وانا هنده عليك. لا ترد عليا ايه؟ بقول لك مستعجل وعايزها ضروري. الله يستر اصلك. مستعجل ايه يا حاج؟ ما ينفعش، لازم تاخد دورك.
الوصول برضو ماشي ماشي بس شاهد يا ابني بسرعه. حاضر يا ربنا ياخد بيتك. حاضر اللي طالبه الكويت.